شردنا من غير اواعي من غير فراش، وجينا وين؟ جينا على النصر تحت الوكالة. من الوكالة قصبوا علينا برضو، قالوا لنا دار البلح صلاح الدين صلاح الدين. جينا على دار البلح صلاح الدين، قصبوا صلاح الدين باللي فيه. قالوا وين؟ قالوا عرفة. جينا عرفة، هاي بقولوا بعد في رفح. وين بدنا نروح؟ احنا الوضع عندنا تعبان. اسماعيل اللي عبينا نروح على مصر، احنا مش رايحين على مصر ولا رايحين على اي شيء. انا بنطلع يا بنموت يا بنطيب يا بنرجع هنا. عبيت خلص قصفنا 50 مرة. انسبوا بدناش نروح على مصر، احنا قاعدين هنا قاعدين هنا، بدنا مكان امن، بدنا نقعد نتحامى احنا واولادنا هنا، بدنا كود حدود مصر امن نقعد هنا. بكفي كل يوم تهرب من مطرح، مرة من دير البلح، مرة من النصر، مرة من بيت لاهي قصفوا دورنا وأراضينا وحاجاتنا. ما ضللناش إشي في غزة اللي نبكي عليه. وين بدنا نروح بعدين؟ مش رايحين مطرح، لو بدنا نموت مش طالعين من غزة.